عايز اسال حاجه جت في بالي دلوقتي بالصدفه والله فيما يخص النادي الاهلي. كنت قلت لي في حلقه من اسبوع تقريبا ان الاهلي ممكن ما يشاركش في بطوله دوري افريقيا عشان عنده بعض المشاكل يعني. لوح في اجتماع كان ما بين المهندس خالد مرتجي واللجنه المديره للبطوله. المشاكل دي اتحلت ولا ما اتحلتش؟ لحد اللحظه ما تردش عليهم، لكن الاهلي واخد اجراءاته العاديه. طب فكرنا كانت ايه الاهلي كان عايز واحد إيه؟ كان الاهلي عايز يعرف مواعيد القيد، هل هيبقى ده المعتاد هنمشي على القائمه المحليه ولا لا؟ رقم اثنين كان عايز يعرف مين هيتحمل تكاليف الاقامه وتكاليف الانتقالات والطيران. رقم ثلاثه كان عايز يتاكد من الاجنده بتاعت البطوله، هل هي مكمله كده لحد الفاينل ولا لا؟ رقم اربعه كان عايز يبعت له لائحه البطوله اللي ما بعتتلوش لحد دلوقتي. فكل الاستفسارات دي ما جاش رد عليها النادي الاهلي لحد دلوقتي، لكن الاهلي مكمل زي ما هو. انا بقول لك هو لوح بده خلال الاجتماع، لكن الاهلي مكمل زي ما هو. انا عندي مباراه يوم 20، هسافر يوم 17، تجهيز الطيران، تجهيز كل حاجه، لكن الاهلي منتظر الرد عليه خلال اللحظات والساعات اللي جايه. لكن حتى هذه اللحظه الاهلي مستهين جدا من عدم وضوح الرؤيه فيما يخص النقاط اللي تم التساؤل عليها المتعلقه بكل تفاصيل البطوله. اسالك على مباراه الاهلي القادمه، خلاص بعد بكره مباراه الاهلي وويمبي مباراه في نصف نهائي كاس مصر. كنت بتكلم في المقدمه ان الاهلي عنده بعض الغيابات في هذه المباراه، بس غيابات الاهلي حتى رغم ان هي غيابات مهمه جدا ما بقتش تحس بيها. التدوير، التهيئه والتجهيز بتاع اللاعبين مش بس على الصعيد البدني، لا على الصعيد الذهني والنفسي كمان. وهقول لك على ده، كان في جلسه جمعت ما بين مارسيل كولر واكرم توفيق، والناس كانت بتتساءل هو اكرم سليم ولا مش سليم، طب هو هيلعب ولا مش هيلعب. فمارسيل كولر قعد مع اكرم توفيق، وكان في مجموعه من النقاط النصائح لاكرم توفيق. قال له رقم واحد، انا عارف كويس ان انت لعيب دولي، وعارف كويس ان انت لعيب مهم، وانا بقول لك ان انت لعيب مهم بالنسبه لنا وهتساعدنا خلال الموسم بالكامل، لكن في اكتر من نقطه لازم تشتغل عليهم. رقم واحد، انت لما هتبتدي تشترك مش هتشترك في المباريات بشكل كامل، انت هتبتدي تاخد دقايق خلال الفتره اللي جايه. رقم اتنين، قال له انا عايزك تجهز في نقطتين، جاهزيه ذهنيه وحساسيه المباريات. انا مش عايز منك الالتحامات، ولا عايز ان انت تبتدي تعمل داشنج. حلو قوي كلام الجمهور ان هو بيحب الحاجات اللي انت بتقدمها والمجهود البدني اللي انت بتقدمه، لكن الجمهور عاطفي، احنا لازم نكون عقلانيين علشان انا مش عايز اخسرك. انا مش عايز اخسر اكرم توفيق، حتى لو ده هيساوي ان انا ممكن اخسر نقطه او اخسر مباراه، انا عايزك تكمل معايا بقيه الموسم. وقال له جمله كده في الاخر، يعني قال له اتبع خطتي ولا تخذلني. قال له اتبع خطتي ولا تخذلني. طيب، انا مش عايزك تتصاب خالص خلال الفتره اللي جايه، هتاخد دقايق، كمل على البلان اللي احنا حاطينه لك.